هاد الحادثة هادي وقع فيها واحد الحريق اللي بدا بواحد يعني حرق صغير في جهة ديال المحرك، ومن بعد انتقل في جميع اطراف الحافلة. الناس خرجوا تخلعات هربات، شي فرصة وهرب. الساكنة اللي هنايا خاصة هاد الشركات المحيطة والمحلات التجارية فهمتيني، كلشي تخلع، كان حالة الإغماء، كانوا الناس حوامل اللي تخلعوا فهمتيني. هاد الشيء تيرجع ما كاينش مسائل وقاية، ما كاينش لا فيزيت تكنيك ديال هاد الحافلات هادو اللي في واحد الحالة اللي ما تتشرفش لا البلاد ولا فهمتيني. فهمتيني كانت العافية كيف قلت لكم، كانت العافية قليلة فهمتيني. من بعد منين وقف الطوبيس عابش بقات غادة وتتجهد، والناس خرجوا هربات. لحسن الحظ ما كاينش شي فهمتيني شي حادثة في الأرواح ولا شي فهمتيني. كان واحد الفيجار اللي هو السبب باش يعني السكان اللي دايرين هنا والناس اللي خدامين هنايا يعني تخلعوا لواحد الدرجة كبيرة بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.